واش الوزاره اللي كتحقر ولادها ما غيحقرهاش المخرجين والسيناريستو والمنتج؟ شكون اللي اسس الحقره للمعلم؟ شكون؟ بحال دابا رضا الطوجني، اللحظه اللي غيتعتقل بشي 5 ايام جبعتني معاه مكالمه ولا 4 ايام، قال لي حميد، قال لي معلومه خرجت، قال لي انا كنعرفها وسبعه د الناس، قال لي 5، قال لي 2 ماتوا، بقينا غير 4، ودابا ما كاين والو في المغرب. دابا المغاربه تيقن في القضاء كاملين بصدق، دابا نهضروا بشكل مسؤول. خوتي المغاربه مرحبا بكم ورمضان سعيد مجددا. نبدا هذه الحلقه بالاسئله التاليه: علاش ما التلفازه ولا العريشي ولا اللي صاوبوا المسلسلات دابا، علاش ما كودرتوش شي مسلسل على هاد الاساتذه اللي موقفين مساكن في هذا رمضان الشهر الفضيل بوليداتهم بالكريديات ديالهم؟ ما فكر فيه. علاش المخرجين المنتجين اللي كتمثلوا بوطازوط والرباعه ياك فكرتوا ديروا المعلم او الاساتذه، علاش ما شفتوش دوك ال 500 اللي ما عندهمش لا صالير لا والو؟ علاش ما ديروش، علاش ما فكرتوش تصوروا دوك الناس اللي في الجبل مساكن وكيقريو وسط العقارب، وكاين اللي كيمشي على الحمار، وكاين اللي كيسقي، وكاين اللي القطره كطيح عليه؟ علاش ما درتوش، علاش ما صورتوش لينا هذوك المعلمين اللي كيقريو 50 واحد و40 واحد و... ها ما بالكم مع هذا المشهد هذا البائس جدا جدا جدا. خوتي المغاربه، وقبل ما نقول لكم واحد الفكره، علاش ما تصوروش، ماشي علاش، واش تقدروا تصوروا البوليسي بهذه الصوره؟ تقدروا تصوروا جدارمي؟ تقدروا تصوروا القضاة بهذا المشهد؟ بالكم مع من قال فيه الشاعر: قف للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم ان يكون رسول. شوفوا على مشهد اخوتي، يعني نوريكم ثلاثه المشاهد. مشهد السيده كتقول له خوه جا، كتقول له هذا اخوك معلم مول الصفر، قالت له لاصق في الدوله. شوف على عباره كتقول كاع لاصق، لاصق في الدوله. خوك يقولوا فين انت الاخر؟ قالوا انا في الطاليان. قالوا شي عطاتو شي زواتو؟ يعني المغربي الا كان رجل تعليم في المغرب وفي بلاده وفي التراب ومحبابه، وضع خايب، تيشهق تيتشهى يكون حراق ولا يكون في الطاليان ولا يكون معلم في هذه البلاد. شوف على صوره كاعته على رجل التعليم. شوف 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 سمعوا سمعوا المغاربه. فاش مشيت للطاليان ورجعت لقيت رحلت. تعيش في الطاليان؟ ماشي عطاتو شي زواتو. هلا علي خوك، تبارك الله، وصل عندي استاذ كبير عندنا هنا في الدوار، معلم مربي اجيال، تبارك الله، لاصق في الدوله. وريشور ليا. ها مربي اجيال. شو الطريق؟ شوفوا هذه داك خوه اللي جا غيقول له غير دخل الدار انا نهز الباليزه اللي وراك، ومن غيدخل الخوه الاخر غيسمح في داك الشيء، يقدموا لك استاذ هبيل بلا ذاكره، هذا المعلم هبيل. شوف شو على مشهد. شوف مرحبا يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. شوف بالمقابط، شوف شو معلم بالمقابط. شوف مالي انا اخوك فرحان بيت انت، شو كيف فرحان؟ ضحك من قلبك، حق اخويا جا من الخارج، يجي من الخليج ولا يجلس اللي ما عندهم كتولدوا لي حمارته. دابا الا كان خويا ناهم امي هي اجمعي راسك، راك جالسه كدوي على امي. ما دويت على حد، انا داوي على راسي. ويلا كنتي كدوي على راسك غنكون انا هو الحمار. وانا راه قلت حماره ماشي حمار، اما انت اللي بغيت نعيرك راه غنجيك نيشان غنشق لك الراس. دابا فين هي وزاره التربيه الوطنيه اللي كتقول لك الاستاذ ما الاستاذ؟ فين هي وزاره التربيه الوطنيه امام هذا واش الفن؟ حنا كنقولوا الفن عمل تخيلي، الابداع مزيان، كيمشي على حساب كرامه الناس، راه كاينه المسؤوليه، خص يكون الابداع مقرون بالمسؤوليه. ماشي انك تضحك ولا تمثل وتهين كرامات، وانت كتعرف بان هذا المنتوج ما كيشوفوه اكثريه المغاربه مساكن اللي اوضحوا ما عندهم لا فيسبوك لا يوتيوب، وكتفرض عليهم انت هذا المنتوج. صح، خصوصا في البوادي، خصوصا المراه مسكينه كدير الفطور، انت كتكولها هذه الصوره على رجل التعليم. دابا التلاميذ غيمشيو يقراو غدا، شكون اللي يقول قشوا المقابط على المعلمين بهذه الطريقه؟ اهانه هذه النساء ورجال التعليم. فين هي وزاره التربيه الوطنيه؟ فين هي وزارة التربية الوطنية؟ علاش ما كذابش على ولادها؟ هي الوزارة كتحقر ولادها بدوك، واش كاين شي واحد يخلي 400 تلميذ أستاذ ولا 300 موقوفين داروا غير نشاط دستوري في رمضان ما عرفتهم لا مفاطرين لا مخلصين كريدي، ولادهم مخلية ولادها وزارة التربية الوطنية، ولا هضرتي تسمى خايب. وهي الوزارة عبر مسؤوليها أقروا بالاختلالات وبالأخطاء اللي داروا هما كيدبروا النظام الأساسي، والناس خرجوا احتجوا واختاروا دوك الريوز زعما. واش الوزاره اللي كتحقر ولادها ما غيحقرهاش المخرجين والسيناريستو والمنتج؟ شكون اللي اسس الحقره للمعلم؟ شكون؟ هذه دابا الصوره هذه تقدمها التلفازه بهذه الطريقه المذله والمهينه. بالمناسبه تحيه خاصه لكل نساء ورجال التعليم اللي عبروا عن سيئهم وغضبهم من هذا الاعتداء الصارخ، تحيه كذلك النقابات اللي خرجت بلاغات على هذا الصعيد. هذه راه التلفازه ديال الشعب المغربي اللي كتخلص بالمال دافعي الضرائب.
الشيكو كانت غير شي قناه ديال يوتيوب خاصه ما كاين مشكل، سير اخويا داك رايك، ماشي قناه عموميه من المال وتفرض على اساس بهاد ياك السي العريشي، ياك السي العريشي، السي العريشي اللي بقيتي 7000 عام في هاد التلفازه، كاينه غنتا، كاينه غنتا، ممكن شي اساءه دابا النساء ورجال التعليم اكثر من هادي، حقره ما بعدها حقره معك. وكانت حقره سبق وقيل حتى المحامون والصحفيون كيختاروا هما شكون يحقروا في هاد البلاد هادي السعيده. وتحيه للنقابات كذلك قلت لي عبرت على الغضب ديالها من هاد المستوى. نمشي لهاد مدمنا في الحقره، كنناقش الحقره، هادو نساء ورجال التعليم تحقروا والوزاره ما عقلتش عليهم خلاتهم محقورين. نمشيو دابا للقضاة، جمعيه قضائيه ما غنسميهاش باش نبين لكم ما كنستهدفش الاساءه ليها، بالعكس غادي نتفاعل معها بخصوص واحد البلاغ خرجته مادام الامر كيتعلق بحقره. القضاة كيقولوا بانه كتمس اعراضهم وشرفهم، كلام صعيب وخطير المغرب. القاضي اللي كيتولى حقوق الافراد والجماعات وفق الفصل 117 من الدستور هو اللي كيشكي ان عرضه وشرفه وسمعته تنتهك. صوروا كلام شحال صعيب. قالك على اثر ما رصدته، ما نسميش الجمعيه بكل مكوناتها، علاش ما غنسميهاش؟ لانه مع احترامي لان كاين واحد الملاحظات غنبديها باش ما يبانش على انني كنسيء عليها. على اثر ما رصدته الجمعيه بكل مكوناتها منذ فتره ليست باليسيره من خرجات عبر فيديوهات وتدوينات باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي تكيل اتهامات للقضاة سواء بصفتهم الشخصيه المرتبطه بممارستهم المهنيه الصرفه او في انتمائهم الى مؤسسات ذات ارتباط بأدائهم الوظيفي، وهي افتراءات كيدية واتهامات مجردة من أي إثبات يعضها، بل تجاوز بعضها بل تجاوز ذلك الأمر في العديد من الحالات إلى العبث بأعراض القضاة. عرض تعقلوا واحد المرات قال واحد كلام أن الأحكام كتصدر فوق أجساد العاهرات، مع كل احترام تقال هادشي أمام أعين هاد القضاة وخرجوا الناس حتى واحد ما هضر، تا ما نقول شي كلام. انا بعض المرات كنكون غادي زوين تا كنبقى نتفكر، كنبغي زعما واحد الفكره باغي نوصلها للمغاربه. هذه هي البلاد، كاين الصحفي، كاين البوليسي، كاين الجدارمي، كاين القاضي، كاين 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 الاساتذه. الى انا المهداوي هضرتك على عرض القاضي وشرفه، والبوليسي ما تحمينيش، الجدارمي ما تحمينيش، المحامي ما تحمينيش، حيت حنا وحده منسجمه، حنا جسم واحد، القاضي والمحامي والصحفي كنشكلوا البلاد. علاش كنقول لكم هذا الكلام؟ لماذا الناس سمحوا في عرض وشرف القضاة في واحد اللحظه؟ كلش من بوليس، جندار، شرطه قضائيه، ما كيهمنيش وكيل الملك، علاش حتى دابا؟ تقول لي انت الحكم كيتصدر فوق القضاة، فوق جسد العاهرات، وهذا اللي قالوا ها هو يتمتع. يتمتع. إذا حنا أسسنا التطبيع، حنا دسرنا الناس يهزموا على القضاة، دينا تسامحنا مع واحد الفعل جرمي واحد اللحظة، أمام أعين ما درنا والو. لماذا؟ واليوم نخرجوا نقولوا واش كلامي خايب المغاربة؟ كنديروها قداش وما كننتبهولاش؟ شفت الشيرة شحال تقال تقال وكيدوزوا الناس كيهضروا الفيسبوك، حتى واحد علاش؟ علاش 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 كان التساهل انا هاد الكلمه انا دابا بقاو فيا القضاة يخرجوا يقولوا عرضنا وشرفنا كيتقاس، خطر انا خوص خطر المغاربه، شكون هذا اللي يبغي القاضي يتقاس عرضه ولا شرفه؟ حنا شكون كيحمينا من غير القضاة؟ نطيروا التنعيه ويظلمني بوليسي جدارمي، ظلمني اللي بغي يظلمني، في الاخر مشى القاضي ولا يحميني، يحميني حقوقي، ولا لقيت القاضي انا كيشكي بحال هكا يخلعني. انا خصني القاضي يكون قوي، يكون القاضي ما يهيمش حداه بنادم، شكون يزعم بنادم على القضاة؟ كيفاش تزعموا الناس على القضاة؟ وشكون يتساهل مع السيبه على القضاة؟ وعلاش القاضي ولا حيط قصير؟ كيفاش العرض ديال القضاة؟ هذه كلام سهل هذا، تقول لي انا تقاس عرضي وشرفي وبنادم اخر كيمشي على كلمه عميد الحبس، عميد الحبس عبر على رايه، راي مزعج، راي ما متفقش بعض المرات، قاسي في بعض اللحظات، حنا متفقين، يمكن طرق اخرى ديال 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 دعاره ولا كذا ولا غرامه عفوا ولا عميد الحبس. صور واحد تيقول لك على مثلا وزير استقل، تيقول علاش عطيتي تزكيات؟ علاش بحال دابا طاوجني؟ عامين الحبس. واحد تيقول لك الحكم كيصدر فوق القاضي، كيصدر مع كل احترام استاذ القضاة وننزههم، هذا كلام كلام السفهاء، صافي هذا كلام السفهاء. المغاربه راه بعقالهم كيعرفوا تصدر الاحكام فوق العاهرات بهذا التعبير.
القضاة ما شافوش، ما شافتوش الأجهزة الأخرى، ما شافوش المؤسسة، وتحملوا مسؤوليتنا. دابا أنا ضرني هذا الكلام بهذا الطريقة، العرض والشرف ديال القضاة كيتقاس، عرض وشرف القاضي كيتقاس بأعراض القضاة بغرض النيل من سمعتهم والمس بشرفهم أشخاص وتسفيه عملهم، فضلا عن التشكيك في أداء المؤسسات القضائية وجل الفاعلين في القطاع بشكل لم يعد مجرد سلوكات فردية معزولة، بل تعده إلى أن أصبح سلوكات ممنهجة من قبل عدة جهات بدوافع قد تكون شخصية صرفة أو لها دوافع وخلفيات أخرى غير معلومة. ولأجل ذلك عقد المكتب المركزي بدعوة من رئيس هذه الجمعية اجتماعا عن بعد يوم الأحد 10 مارس الجاري، تم خلال التداول بشأن ما أثير عليه كنقطة فريدة بدافع الغيرة على القضاة وعلى السلطة القضائية من أجل بحث سبل حماية ضمانات استقلال القضاة تعزيزه وما يضمن حفظ كل متهم وتجردهم ويحقق في الآن ذات أهداف كذا كذا الجمعية ما غيش نسميها. وأصدر البلاغ التالي إن هذه الجمعية باعتبارها كنعاود ما بغيش نسمي الجمعية علاش باش ما يبانش كنشهر ولا باغي، لا الهدف ديالنا هو الصالح العام، يعني عندي بعض الملاحظات أن هذه الخرجات التي تعبت بأعراض القضاة، واو طبعا أنا نعاودها لكم السادة القضاة، هاد العبث بالأعراض فوكاش كان راه شهور وسنوات، عرفتي شنو هي عبارة العبث بأعراض القاضي؟ علاش تسامحوا الناس والمؤسسة؟ شكون اللي حما؟ شكون كيحمي؟ شكون كيحمي؟ غندخل عاوتاني شي تفاصيل، كنتفكر واحد المحامي تيقول كلام وفي الندوة الصحفية والميكروفونات، ودابا عاد كيجيو القضاة يتشكوا، كنقول لكم يا عباد الله انتبهوا لنا، ديروا لنا عشوية صمتونا بعد ما نقول لكم شي كلمة، راه كنهضروا عا في الصالح العام، راه كان من هذه الكارة وكما قال واحد، راه حنا كنبقاو منظومة القيم كنخرجوها شوية وشوية، ماشي تجي في القاضي عادي يخرجي، راه تشير رقاص الأعراض والأمهات والنساء، راه البلاد تخربت أخلاقيا مؤخرا، وكنا كنغوتوا كيديها فينا حتى واحد، دابا حتى كنشوف هذا البلاغ، يلا مؤسسة الأعراض ديال القضاة. إن هذه الخرجات التي تعبت بأعراض القضاة وتنال من شرفهم وسمعتهم كأشخاص وتشكك في أدائهم الوظيفي في إطار المؤسسة الفاعلة في القطاع، حيث لم تعد مجرد خرجات منفردة وتعاطي معها كل على حدة على حدة، بل إن الأمر تعدى ذلك ليصبح نهجا مقصودا، وصل إلى حد دأب بعض صناع المحتوى والمدونون على امتهان هذا العبث بشكل يومي ومتسلسل، مما يوحي بتجاوز دوافع الصالح العام وخلفيتها المعلنة أو الدوافع الشخصية الدفينة إلى دوافع وأجندات مغرضة لا علاقة لها بالمصلحة العامة، وهما الأمر الذي يستلزم التعاطي معه بشكل شمولي ومؤسساتي. استحضار خطورة هذا الأمر المتمثلة في التهديد الصارخ لاستقلال القضاء المرتبط بأدائه المهني المسؤول، علما أن حجم التشهير والمساس بالشرف بلغ بعض الأحيان درجة السب والشتم. تصور القاضي كيتسب وكيتشتم بإسفاف وابتدال بالغين، وهذا الشيء راه قلناه لكم السادة القضاة، وهذا الشيء راه لشهور، من تساهل من تسامح، وما نتقلقوش من بعضياتنا، شكون اللي تسامح مع السب ديال القضاة ومع الشتم ديالهم؟ وغنقول لكم واحد الفكرة مهمة، راه قلتها لكم مرارا، راه منظومة القيم واحدة وراه الدصاره وحده، راه اللي تصار هنا غير تصار هنا، راه اللي مؤدب هنا غيكون مؤدب هنا، راه اكبر خطا كنديروه كيصحاب لكم راه كل واحد محمي بوحدو، لا الا تصار على المواطن غير تصار على المحامي غير تصار على الطبيب غير تصار. لا سيدي خاصك كل شيء، خاص الردع في هذا الشيء، شحال المحامون دابا كتمس الكرامه ديالهم يوميا، شحال الصحفيين تمسوا اعراضهم يوميا، علاش 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 ها هو دابا واش اللي ولف يعاير الناس راه غيعاير كلش، اللي ولف يزعم على كلشي غيزعم على كلشي، هانتوما دابا القضاة قاصتهم اللهيب ديال النار ديال استحضار هذه الخرجات تضرب في الصميم الثقة في القضاء المغربي الذي يوجد في قلب سؤال التنمية والاستثمار في هذا البلد الأمين، بالنظر إلى انتشارها الواسع الذي تجاوز حدود الوطن
الوادع ما فاتت هذه الجمعيه ما فاتت تسعى جاهده لرفع منسوب الثقه في القضاء المغربي خدمه لاهدافها وفق توجيهات جلاله الملك محمد السادس نصره الله اعتبار جل هذه الخرجات رغم ارتباطها بالبعد المهني للقضاه تجاوزت كل الحدود للعبث بحرمه القضاه والمس بحياتهم الخاصة المطوقة بحماية دستورية بالسند الفصل 27 من دستور باعتبارهم مواطنين مغاربة هذا فضلا عن باقي النصوص القانونية المؤطرة لهذه الحماية بشكل عام تعرب عن بارق قلقها عما يعتري الجسم القضائي من تدمر جراء هذا الاستهداف السافر للسلطة القضائية بكل مكوناتها وتستنكر بشدة هذه الهجمة غير المسبوقة وغير المسؤولة على تضامنها اللامشروط مع السيدات القضاة والسادة القضاة الذين تعرضوا لأي نوع من أنواع المساس بقدرهم الاعتباري وشرفهم وكرامتهم من خلال الترويج لأباطيل لم يثبت صحة أي منها وتضع نفسها رهن إشارة كل من ارتبط نظره سلوك المساطير الخاصة وذلك المصاحبة إنها بصد إعداد تصور شامل بشكل مستعجل للاشتغال على موضوع بشكل مؤسساتي وتحديد سبل الترافع عن ضمانات القضاة تفعيل الفصل 39 من نظام الأساسي للقضاة وكذا الفصل 263 وما إليه من القانون الجنائي المغربي وباقي النصوص ذات الصلة بما يخدم المصلحة العامة بالنأي بالقضاة عن كل ما يؤثر في استقلالهم تشكيل خلية عمل على مستوى المكتب المركزي رصد كل التجاوزات التي تعرضوا فيها القضاة ومؤسستهم للإساءة والمساس بكرامتهم وشرفهم وإعداد تقرير تركيبي وحصر سبل تهيب برؤساء المكاتب الجهوية للتعاون مع الخلية المذكورة قصد القيام بعملها على الواجب المطلوب وذلك بما يرصد في هذا الباب على المستوى الجهوي تصورات القضاة بخصوص الجهوية مع استحضار الجمعيات العمومية للمحاكم في دولة تخبر جميع الجمعيات المهنية للقضاة أن يدها ممدودة للعمل وفق تصور مشترك في هذا الباب بما فيه مصلحة السيدة والسادة القضاة في تغاضب بعيدا عن حبيب. أنا أقول لكم مع بعض الملاحظات المهمة قبل ما نمشي للملاحظات وما تقلقوش مني السادة القضاة. الملاحظة الأولى علاش اللوغو المملكة المغربية وكاين اللوغو ديال ديك الجمعية هذه جمعية مهنية حيت ملي كدير الأخية ماشي ما كاينش ما يمنع ولكن كنشوفوا دابا جمعيات أخرى كاع القضائية كيديروا جمعية ديالهم وكيما كدير اللوغو الفوق كيبان بحال يعني هذا بلاغ باسم جمعيه مهنيه مستقله هذه غير ملاحظه الاولى كتبان بحال الدوله دايره البلاغ يعني هذا بلاغ ديال جمعيه مهنيه الملاحظه الثانيه تخبر جميع الجمعيات المهنيه للقضاه ان يدها ممدوده للعمل دابا هذه الجمعيه كتقول لك الجمعيات الاخرين حنا يدينا ممدوده وفق تصور مشترك في هذا الباب لما فيه مصلحه السيدات ها ولكن غنسول هذه الجمعيه المحترمه الجباري القاضي ديال نادي قضاة المغرب راه عنده شكايه مسكين على علاش ما كانش شي بلاغ تضامني معاه باش تكون التضامن ممدود قضاة المغرب نادي قضاة المغرب مؤخرا تعرض لواحد الحمله من طرف بعض الجرائد الوطنيه وعلاش نتوما ما خرجتوش تضامنتوا معاهم في ديك اللحظه وكان استهداف وعلى واش هضروا مساكن القضاة هضروا ديك السيك نادي هضر على الامن المهني اللي كيمس حتى هذه الجمعيه إذا ديك اللحظة علاش هاد الجمعية ما مدتش يدها للمدودة ودارت بلاغ تضامني مع الصحف والناس هاجموا الصحف خليوا النقد أنا مع النقد حنا راه صحافي لا كان واحد الجرعة زايدة ديال التخويف والترهيب علاش هاد الجمعية هادي ما تضامنتش مع القضاة القاضي الجباري وكنرجع له ماله مال ذاك القاضي الجباري كان قاضي تحقيق علاش خرج الخبر ديال أن المجلس على السلطة القضائية ما غيمددلوش ما غيمددلوش قبل ما يخرج القرار شكون اللي سرب الخبر شكون اللي سرب الخبر للصحف شكون خرج الخبر للصحف لجريدة المساء تحديدا ربما عندي حتى العدد كاع الا بغيتو باش ما نسماش غا كنهضر المغاربه ماشي تقولوا غا كنهضر نعطيكم الشيء اللي كنقول لكم راه مهم وخصنا نناقشوه يا ربي ها هو وهو ما تم نشره في العدد التي يرصد البلاغ انا منين خديت هذا الشيء من بلاغ دايروا نادي قضاة المغرب يرصد النادي التداول الواسع لخبر عدم جديد لقاضي التحقيق لدى المحكمه الابتدائيه بالقنيطره في مهامه حتى قبل صدور قرار المجلس على السلطه القضائيه بشان ذلك بحوالي 15 يوما وما تم نشره في عدد 4084 جريدة المساء المغربية بينما المجلس المذكور لم ينعقد إلا بتاريخ 28 يناير 2020 وقد جاء في الخبر الصحفي ما يلي الرؤوس الكبيرة التي تمت الإطاحة بها في هذا الملف وفي غيره من الملفات التي أسقطت سمعوا دي معلومة خطيرة كاين واحد الإيحاء
هاد القاضي التحقيق الجباري كان دخل على ملفات فيها رؤوس كبيرة وحط البيضة في الطاس، دار القانون. أنا ما عارفنش، ولكن هاد الإيحاء خطير. وفي غيره من الملفات التي أسقطت أيضا عدد من الأسماء المعروفة في عالم المال والنفوذ، قضت مضاجع العديد من الجهات المشبوهة سواء على مستوى المروجين أو المتأثرين عليهم، حيث راجع في الأوساط الأمنية والقضاء بقوة في الأيام القادمة قرب إعفاء عبد الرزاق الجباري. سمعتوا على خطورة هنا؟ هنا أنتم كجمعية اليوم اللي كتهضروا الشرف والمس، هذا مس بالاستقلالية، شكون اللي كيخرج الأخبار؟ شكون تيسرب الأخبار؟ باقي المجلس وأنتم والقاضي التحقيق راجل مزيان هذا الجبال، علاش ما تجددلوش؟ واخا علاش ما تجددلوش؟ علاش تسرب الخبر؟ وهذا تسريب الخبر كيديني لواحد العملية، كاينة بعض الناس كيكتبوا على القضاء المغربي، على القضاة خاصة من برا. كاين بعض الأخبار كتسرب. سؤال، شكون اللي كيسرب الأخبار ديال القضاة من داخل المغرب؟ كيما شكون اللي يسرب القاضي الجباري؟ حيت نقول لكم واحد المعلومه، والله اخوتي حتى كنقولها وانا صايم في هذا رمضان ما كينكذب، احترم قضاه المملكه المغربيه والخزي والعار لكل طاعن في المؤسسه القضائيه في المغرب، والخزي والعار وكل ادانه لكل واحد يبخص مجهودات القضاء في والله تبي بمنتهى المسؤوليه. مال هاد البلاد باش واقفه؟ كاين قضاه كيظلموا بعضهم، كاين قضاه ماشي مزيانين، هذا نقاش. ما تقولي كل القضاه لا، وفي جميع الجمعيات القضائيه بدون استثناء كاين قضاه شرفاء، بدون استثناء كاين قضاه شرفاء وسط النادي، كاين قضاه شرفاء وسط الوداديه الحسنيه القضاه، وسط المراه وسط اعتقد المراه القاضيه، جميع القضاه جميع فيها ناس محترمين. ولكن غنكونوا حماق نقولوا كل شيء منزه. دابا النادي قضاه المغرب كامل منزه، الوداديه كامله منزه، الصحفيين كامل منزهين، غنكونوا كنخربقوا وكننافقوا. هنا كيبدا النقاش المسؤول. بحال دابا رضا الطوجني، اللحظه اللي غيتعتقل بشي 5 ايام جبعتني معاه مكالمه ولا 4 ايام، قال لي حميد، قال لي معلومه خرجت، قال لي انا كنعرفها وسبعه الناس، قال لي 5، قال لي 2 ماتوا بقينا غير 4. خرجت المعلومه في واحد البلاد، خرجها واحد السيد في واحد الدوله اجنبيه، قال لي الناس كيخرجوا الخبار من داخل البلاد، قال لي ناس رسميين. نقسم لكم بالله، وها هو الطوجني سولوه راه في الحبس اللي بغى يسول. قلت له كيفاش؟ قال لي هاد المعلومه ما عندها، قال لي صعيب تعرفها، قال لي شكون سربها؟ سربوها لواحد السيد كاين برا في واحد الدوله اجنبيه مره، وهذاك الدري وهذاك السيد كيسيء البلاد. ما فهمت والو انا. اذا شكون من داخل البلاد يسيء البلاد؟ هذا اللي خصنا نوصلوا له حنا. والسؤال، ما معنى الناس كيسربوا المعلومات؟ اذا ربما متضررين، ربما مظلومين. راه حنا عندنا واحد المشكل ما نعالجوش كل شيء بالمقاربه ديال الخوف والقمع، راه خصنا نجلسوا ونشوفوا شنو كاين. حنا ضد كل اساءه لقضاتنا كيما بغات تكون طبيعتها، ضد كل استهداف البوليس ديالنا الجدارميه، راه ديال الحقيقه. ولكن كاين فرق بين نقولوا حنا تعلمنا واحد القاعده في المغرب خطيره، كنديروا وانه وندد واستنكار وكذا وهذا الشيء، لكن ما كنعالجوش المشاكل وكتولي المشاكل. سؤال، إذا كان كنقول لك كان جدارمي خدام معايا وخرج خبار الجدارميه لواحد السيد برا، حتى اللي خرج خبار كنقول لكم على مثال، إذا هذا الجدارمي هذا ما لقاش قنوات فين يعبر، إذا هذا حاقد مجروح مظلوم شي حاجه خاص يمشي نعالجو. لقيت بوليسي كيخرج خبار البوليس برا، البوليس راه مشاو ولا بوليس جاو، اذا هذا البوليسي وقع فيه شي حاجه، نمشي نحل المشكل بهدوء، ماشي نعرفوا الزجر التنقيل. نعطيكم امثله، لقيت قاضي مخرج خبار القضاه برا، خاص يمشي نحل المشكل بهدوء. ملي كيجيو مثلا هنا بعض الصحف وكيخرجوا لك عدد القضاه المحالين على المجلس الادبي، رقم هذا رقم حنا الصحفيين نعرفوه، رقم اكزاكت، اذا شي واحد عطى الصحفيين المعلومه، كيما دابا شي واحد عطى الجباري راه ما غيجددلوش. نكونوا موضوعيين، ربما اقول ربما حتى من داخل المغرب هنا كيعطيو خبيرات الناس برا. السؤال الاول، اذا كان علاش هذا كيعطي؟ ماله؟ يقدر يكون كيعطي خبيرات ماشي بدافع المصلحه الوطنيه، يقدر بعد مره طونسيون تيكون غير انتقام، تيكون شي واحد باغي يولي بوست واحد ولا باغي يريب الاخر ويقدر يعطي خبارات على الكذوب. المشكل اللي كاين برا، انا ماشي موضع باش نكون معكم نقيم الاخبار اللي كتنشر برا على القضاة والصحيحه ولا كلها ولا كذوب كلها، ده ماشي، ما عنديش انا هذه السلطه وما غنكونش منافق نمشي في هذا الاتجاه، ولكن غنقول كاينه بعضها على الاقل اللي انا مأكد منه كثير منها كتكون كذوب، وربما كاينه اخبار اخرى صحيحه. ولكن السؤال، هادو اللي كيعطيو الخبيرات من هنا واش كيعطيوها بمنطق المصلحه وباغيين كذا؟ ولا كانوا كيعطيوها بمنطق مصلحه وخبار صحيحه؟ الا كانت
واش ما كاينش قنوات هنا فين يعبروا وينفعوا بلادهم؟ واش ولا كانوا خايفين منا؟ واش خايفين؟ السؤال الثاني، الا كانت خبرت لك عطيو غير كذوب وباغيين غير ينتقموا، علاش باغي ينتقم هذا الانسان من مؤسسه بلاده من داخل؟ وشكون هما هاد الناس؟ واش ما نقدوش نوصلوا لهاد الناس هادو؟ سؤال اخر، هاد الجمعيه القضائيه المحترمه قالت واحد الكلام يستحق التفاعل معه، تحدثت عن الثقه في القضاء، هي كتهضر على الثقه مزيان. نسولكم الساده القضاة المحترمين بمنتهى، ملي كتشد صحفي ونهضر على راسي شويه، خلي دابا التقييم عيطتي امشي والله ما نمشي في هذا الشيء، دابا انتم قضاة تعاكلوا موضوع، ما تقوليش راه ملف سياسي وهذيك حسابات اخرى والنظام العام وانت راك لا كنهضر بلغه القانون. منين نجي انا انسان انت باغي الثقه في القضاء، انا راه انا مواطن عندي امي عندي بوا عندي خالتي، باغي نقنعهم بالثقه في القضاء، كنوقف عند القاضي الطرشي والطلفي كنقول له السي الطرشي انت حكم على داك الشيء خصني نبلغ ماشي نبلغ عندي الحق هذاك الشيء هذاك السيد بصح انفصالي داك الشيء شغلكم، حكمني بقانون الارهاب قانون التجاره في البشر اللي بغيت، ولكن لاحظوا فين كناقشكم ميزوا المغاربه، عطيتك هذا السيلو كل مسطره كتقول لي كنقول لك عافاك هذا السيلو حطوا لي في من اقوالي حطوا لي في المحضر، عطيته القاضي الطلفي في الجو تصور ما كان لقى لا مذكره لا في الحكم الاول مذكره المغاربه من حقي ولا لا من حقي ندافع على راسي، دابا قول ما كندخلوش الدبابه ماشي الدبابه، ها انتم هكا السيد الرئيس ملي كنفتح باسم جلاله الملك ما كنلقاش المذكره عطيتها للقاضي الطرشي وهيئته، ملي كندخل عاوتاني عند القاضي الطلبي ما كنلقاهاش، ها الثقه في القضاء استاذ ما تقلقوش منها ما تقلقوش من كاين بعض الاساءات لا نقبلها، كاين بعض المس كاين بعض الاساءات للقضاة يعني الخزي والعار واللي قبل شي مغربي شي مغربي يقبل يتساءل قضاته والله ما مغربي، انا كنقولها لكم وانا صايم في هذا رمضان وبمنتهى المسؤوليه وكتعرفونا وكنعرفوكم، اي واحد يقبل اساءه القاضي وسبقني قلتها بمناسبه اخرى جميع المغاربه لهم الاحترام جميع المهن جميع المهن وانا كنقولها دائما، ولكن انا عندي دائما القضاة ماشي حيت هو كشخص وكقاضي ولا حيت يحكم علينا نو نو، سميه القاضي خليفه الله في الارض وطبيعه مهامه عندنا لهم واحد الاحترام والوقار، القضاة والفقهاء ورجال التعليم هادو عندهم واحد المكانة بحكم مهامهم، الفقيه حامل كتاب الله، المعلم كيقريك وكينقدك من الجهل ومن كذا، والقاضي كيحمي حقوقك ووظيفة ربانية، كنحترموا السادة القضاة، ولكن هذا ما يعنيش على أننا ننبه لبعض السلوكات من جملتها بحال هذه، الحسن الثاني الله يرحمه قلتها في مناسبة أخرى، تيقول لك سيدي أنا تكون سياسية ولا ما تقولي لا سياسية لا والو، قالها بصفة الإطلاقية. تعلمون الحكم صدر عنكم باسم جلالة الملك، فإذا كان الحكم ظالما فعليكم إتمه وإتم من عمل به وإتم من صدر الحكم باسمه. وأما أنا فلو كنت فأما كنت قاضيا فإني لن أتحمل لا إتم المظلوم ولا إتم من صدر الحكم باسمه. تعلمون الحكم تصدر عنكم باسم جلالة الملك. إذا كان الحكم عادلا فلكم أجره وأجر من عمل به وأجر من صدر الحكم باسمه. أما إذا كان الحكم ظالما فعليكم إتمه. واش قال واش الملك حسن هنا قال؟ باستثناء ما تعلق بالنظام العام ام الدوله الخارجيه لا، اذا الناس تحمل مسؤوليتها، اذا كنت انت قاضي ما قادرش تحكم بها تحمل مسؤوليتك، اذا انت عليك اثم الحكم اللي ظلمتي واحد الانسان ولا واحد العائله ولا واحد المواطن والدستور والقانون. هذه قول ديال كبير قضاه المملكه المغربيه الراحل الحسن الثاني الله يرحمه في هذا النهار هذا السعيد، اذا ماشي كلامي هلا حاله اعطيتك مذكره ابسط واحد ما كنستاسن، كنا عند القاضي الطلفي كاين الضم انا نضم مع ريافه تصوروا خصني نناقشوها مع المحامي، شنو دار القاضي الطرفي؟ مشى بوحدو جا دار الضم قال المحامون السيد ما خلينا نناقشوا الضم لا هو شوفوا حكموني الا كان هذا الشيء كذوب حكموني هك دابا كنناقشكم انا على المحاكمه العادله خلي دبابه ماشي دبابه هك جا القاضي الطرفي دخل المحكمه تقرر ضم الملف عند الطرشي في الجوله ابتدائيا ناقشنا الضم والاخر يناقشوا حيت الضم شنو هو؟ هو موقف وقرار ديال قاضي التحقيق وتبناتو النيابه العامه وحنا طرف الدعوه هما يقولوا الضم حنا نقولوا ماشي الضم وناقشوا والمحكمه تفصل عرفتي اش دار القاضي الطلفي دخل السلام عليكم السلام المحكمه تقول ناضوا المحامون كيغوتوا الصداع ناض لا كيقول هادشي ماشي معقول شنو كيقول لهم القاضي الطلفي انا صايم والله شاهد علي تيقول القاضي تيقول الكاتب تيقول المحامون ها هو سجلوا كلامه سجلوا سيدي كلامه سجلوا 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 حنا اعتقدنا سجل هاد المورا واخا حنا المحامي بقى كيسجل خديت الحكم والله لا لقيتي شي كلمه من داك الشيء مسجل
انا كنرجعوا الثقه في القضاء. اذا انا فين عندي المشكل باش نصلحوا البلاد؟ حيت غنقولوا لا ما كاين، لا كاين ناس يسيئون للقضاء، وانا متفق مع هذه الجمعيه. كاين ناس دون المستوى كيمشيو للاعراض وكيمشيو للشرف والقضاء، كاين ناس يفتارون، كاين ناس كاين ناس اللي ما كيغربلوش المعلومه، كاين ناس اللي عاجوك، انا متفقين، ولكن فين عندي المشكل؟ ما يهمنيش الاخرون، انا كيهمني الاصلاح. كاين قضاة مزيانين، كاين مؤسسه مزيانه، كاين الخطوره هي ما نبقاوش نهضروا نقولوا هذا البلاغ بحال داك الشيء اللي دار على اسكوبار، راه هذا هو اخطر ما كاين، كلشي غير رجع للور وعاد تعطل عمليه النقد مهمه. لا نقولوا كاين حويجات، انا اللي كنقول القضاء اليوم المحترم اللي هو رافعه وكيلعب دور كبير، يعني ما كاين كرسي وجاحد الدور اللي كيلعب القضاء كرافعه اساسيه في السنوات الاخيره، والاحترام للناس اللي كيسيروا القضاء، هذا الشيء كنقولوا في اكثر مناسبه، ولكن كاين حويجات خاصها عاوتاني التفاعل، كاين عاوتاني خاص الاعتراف، كاين خلل، كاين اشياء مزيانه، حيت ملي كتعترف كاين خلل كيكون الاصلاح، اخطر حاجه نقولوا ما كاين والو، كيما المحكمه دارت في اكادير، وزير العدل منزه ورجل محترم، هي انا نقولها كتقول منزه، المحكمه القاضي منزه، القضاه منزهون بحال دابا البلاغ، القضاه منزهون ووزير العدل منزه، والمعلم نضحكوا عليه في التلفازه، والصحافيين نعرضوا حياته، لا ماشي بهذه العمليه، كل شيء له الاحترام. خاصنا نعترفوا كاين بعض الامور في قضاءنا خاصها مناقشه. علاش اعتقلنا القاضي العيون مؤخرا؟ الا كانت الامور سليمه وعقبل ما يتعتقل ذاك القاضي كون قلتي فيه شي كلمه يقول لك منزه، ها هو مشدود كما تشدوا قضاة اخرين، كيما قضاة في التليفونات، كيما كذا كيما كذا، عادي وعادي جدا. وفي العالم كتلقى الفساد، ماشي في المغرب، القضاء في العالم فيه مشاكل، في العالم، في فرنسا، في في, 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 في العالم بنسب مختلفة بالدول صحيح، ولكن مني عادي، لأن عملية الإصلاح كتبدا أولا بأننا نعترفوا كاين أمور يجب أن تعالج. علاش ما كاينش التواصل؟ علاش ما كاينش التواصل؟ دابا الملف ديال الطوجني، الملف ديال الصحفيين كبار، ما كاينش حتى تواصل من طرف مؤسسة دستورية، فين هو الجانب ديال التواصل؟ كتخرج معلومات، كيخرج كلام، كيخرج كلام على بودريقة، مثلا مسألة معروضة، كيخرجوا الناس وكيهضروا، والصمت كيولد الإشاعات، وبعض المرة كيكون القضاء مظلوم، راه أحيانا كدار إجراءات قضائية سليمة، وفي غياب التواصل كاينوا اللي كيهضروا كيبداو يعوجوا الهضرة، وهي راه إجراءات سليمة. يقدر مثلا دابا بودريقة نموذج فيه نقاش، ملي كيكون الإنسان موقف تنفيذ بحال دابا كاين الناس كيفاش موقف تنفيذ؟ ممكن يكون موقف تنفيذ، علاش؟ لأن الشيك ملي كتأديه أو إما كيكون التنازل أو الأداء، ما كيكونش الحبس، يكون موقف تنفيذ. إذا خاص الناس خاصهم تشرح لهم هذا الشيء، مثلا موقف تنفيذ فوقاش كنعطيك موقف تنفيذ في الشيك؟ كيكون السيد مشى أدى أو لا تنازلوا ذاك السيد. كاين نقاش اللي مهم قانوني، هو اللي معقول موقف التنفيذ، هذه عاوتاني فيها نقاش. هاد السيد فايت محقكم بربع سنين موقف التنفيذ. إلا مشيتي للمادة 55 من القانون الجنائي تيقول لك السيد كان عنده السوابق ما كيوليش ياخذ موقف التنفيذ. إذا عنده سابقة، خدا موقف موقف، هذا صحيح. المادة 55 من القانون الجنائي كتقول لك عنده السوابق. إلا هضرنا بلغة القانون، القانون كقانون، غتقول لي أنا غطيح الأداء والتنازل، الاداء والتنازل ماشي شرط من شروط ديال الماده 55، الماده 55 كتهضر على السوابق. كاين نقاش اخر صحيح ولا لا الله اعلم، واش كان عنده التقديم؟ كاين اللي تيقول انه دوز في الجنحي العادي ماشي في الجنحي التلبسي، انه ما امتلش امام وكيل الملك. او الله هذه ما مأكد منها ولكن سمعتها، وإذا كانت هذه كيفاش تشمل 100 مليون؟ وما غيكونش عندك الجنحي التلبسي عند وكيل الملك، وبنادم على 5 دراهم ولا 500 درهم كيدوز في الجنحي التلبسي. هذه كلها اسئله غادا تطرح. من حق القضاة يناقشوا، من حق الناس والصحفيين اجل الاصلاح. كاين قضايا بحال مثلا رضا الطوجني. رضا الطوجني مع كل الاحترام للهيئه المصدره للحكم، كنناقش الحكم اللي ناقشناه. مثلا رضا الطوجني كتجي كيقول لك المحكمه ورا خوه مثلا واحد الفقره تستحق انا نرجع لها لاهميتها، دابا غير لكم الحكم. كش كتقول هذيك الفقره؟ اعطيكم غير مثال، اشرت الى دابا 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 المحكمه كتعلن الحكم على الطوجني، اختارت له واحد الفقره كدين وحيتيه، اشرت دابا الطوجني كيهضر، اشرت الى انه لحسن الحظ بالنظر لفصل السلط ولكون المشتكي بصفته وزير العدل
لا يتحكم في رئاسة النيابة العامة، ولولا ذلك فإن الأمور لن تؤول إلى ما آلت إليه اليوم من اعتقال القياديين المذكورين، ولولا ذلك لتحكم المشتكي في مصير العدالة وأثر في القضية لفائدتهما. قال لك طوجني هنا، قال لك الحمد لله أن وهبي ماشي رئيس النيابة العامة، كون كان باقي رئيس لكون كانوا. تبع هذا الكلام يقدر يبان لكم هنا دخلوا له في الإهانة، إهانة موظف راه هان هو وزيله. ولكن إلا عرضت لكم هذا الفيديو هذا ماشي غتصيبكم الصدمة. ياك دابا هذا يعتبر إهانة. والسي محمد عبد النبوي نسمعوا شنو قال. السلطة النيابة العامة هي جزء من السلطة القضائية وكانت تابعة للجهاز التنفيذي، فكان يمكن أن تستعمل من طرف بعض أعضاء الجهاز التنفيذي لأغراض غير خدمة القانون وغير خدمة المصالح العليا للبلد، ربما لأغراض حزبية لأغراض سياسية. السي عبد النبوي قال لك كل الوزارة العدل اللي بقات عند النيابة العامة ربما كتستعمل لأغراض، والهضرة اللي قال هو اللي قال اللي تحاكم عليه بعامين الحبس دابا الطوجي. إذا الطوجي منين خدا كلام؟ خداه من عند عبد النبوي، خداه من عند نادي قضاة المغرب. أنا عرضت لكم دابا كلام كي غدير؟ يعني المسؤول الرسمي ها انتوما علاش حاط بهاد الناس كلهم شكاية؟ قالت مثلا أنا بغيت نعرف واش علاش حاط بهاد الناس كاملين شكايه؟ قال لهم تشهير في قضيه ديال اسكوبار مزيان ولا السيد وزير العدل؟ علاش قلتي واش انا سليم عقليا؟ واش هاد السيد اللي هو محامي، واش هاد السيد هذا عارف اش كيدير؟ واش السيد محنك خوك هو المنسق الجهوي ما عمرو دار اجتماع واحد مع الناس الاعضاء ديال الحزب ما شافوهش من نهار الانتخابات؟ مثلا هاد الجمله علاش كاينه في التعليق في الحيثيات؟ علاش دابا شكون المشتكي؟ مثلا هو وزير العدل دعا الطوجني، حميد وهبي هو خو عبد اللطيف وهبي خو، واش داعي هنا في شي واش دايرين شكايه بجوجهم؟ كاين سميت وزير العدل. اذا هذه علاش حميد الى الدار يدير شكايه بوحده؟ دابا علاش كنعمروا بخوه؟ انا بغيت غير نفهم خوه علاش؟ خو هو المنسق الجهوي ما عمرو دار اجتماع واحد مع الناس. ومن كنقولوا اخبار كاذبه واش ثبت هذا خو هذا دار اجتماع ولا لا؟ دابا هذه الاخبار اللي قال الطوجني واش كاين شي بحوث ثبتت بانها ان السيد وزير العدل هو المحامي عبد اللطيف وهبي؟ واش ثبت شي بحث بان عبد اللطيف ماشي هو المحامي ديال دوك الجوج ديال الناصري؟ كان يقول محامي ديال المتهم حقنا نقولوا واش لا ولا نسالوا من فلوس المخدرات؟ هادشي هاد الممارسه الديمقراطيه دابا هادي غير حويجات غير يعني بمنتهى واش ما غير يعني علاش جبت لكم هادي؟ حيت القضاة رغم الاحترام ليهم الواجب والوقار ولكن هما كيقعون تحت المساءله على مستوى يعني الجهاز اللي كيتبعوا له، ثم كتراقب احكامهم بالدرجات اللي تابع السيناف وكذا. ولكن كاين المجتمع المدني في العالم الصحفيين يناقشون القضاة في العالم باسره، في العالم ماشي كيناقشوا الناس عصا القضاة، وكيناقشوا رؤساء الدول والحاكمين والمنظمات والكون كاع البشر فقط في الاداب وباطار بشكل اللي هو مسؤول. اذا انا فين عندنا المشكل في هذا البلاغ ديال الجمعيه؟ ديال حنا كنقولوا صحيح كاين تجاوزات كاين قله الحياه كاين ناس دون المستوى اساء القضاه، ونسجل تضامننا مع هذه الجمعيه ومع القضاه كاملين. صحيح كاين ناس بسلو، ولكن انا كنقول القضاه الا مديتو يديكم للقضاه الاخرون علاش ما هضرتوش على القضاه ملي كيمشيو بتدوينات؟ علاش ما هضرتوش على بزاف على كاين اشياء اللي كاين اخطاء واخا كاين قضاه محترمين بحال داك المصري اللي كان جا هنايا شي مره جا واحد المصري ونصاب مع قضاه وبان في كذا. كاين اشياء اللي ماشي عاديه، كاين اشياء اللي كتحتاج انا كصحفي نبه لها، كي بحال مثلا دابا هاد واحد القاضي في جمعيه اللي مصدره هاد البلاغ كينتمي لها، وكنشوفوا هنايا هو في نفس الوقت هو محامي. يلا ها هو محامي، هو هذاك القاضي محامي ديال الوداد، ها هو مصور مع احترامي الاستاذ خليل بوبحي باش ما نسموش بكل الاحترام والتقدير يعني غير هذا الاشكال انا ربما نكون غلط. ها هو خالد بوبحي منسق لجنه الشباب في هذه الجمعيه القضائيه، وفي نفس الوقت ها هو هنا مصور مع كان هو المستشار ديال الناصيري ياك. وهنا كتلقاه فين عندي المشكل؟ ماشي بمعنى زعما عنده علاقه بالناصيري بشكل عام يتفهم به، لا ابدا، سي خليل منزه مليار في المية، كنهضر على مستشار ديال الوداد. اذا هو كان مستشار ديال الوداد وكيترافع على الوداد برا ملي كان ذاك الوقت. كقاضي الا جا عندك شي ملف ديال الوداد دابا تحكم فيه كي غتكون هذا؟ انا سؤال كنطرح، هذه امور اللي خصها المعالجه. انت دابا قاضي وفي نفس الوقت انت محامي ديال الوداد برا وفقط، ولا جا عندك شي نزاع
احد طرفاه الراجع مع الوداد وانت غتثبت يمكن لك كقاضي يمكن لك الا تكون الوداد لانك انت مستشار ديال الوداد رئيس الوداد وانت اصلا ترفعتي على الوداد. هذه حويجات كذلك اللي ما فيها عيب نناقشوها. من جمله الاشياء الاخرى واللي كذلك لاحظتها انا ونتمنى حتى بالمناسبه شوف دابا غير نادي قضاة المغرب مثلا كتلقى البلاغ ديالو ما كيديرش اللوغو ديال المملكه المغربيه كيبلغ هو كيدير اللوغو ديال النادي. جميع الجمعيات القضائيه كدير واش هادو مثلا هذيك العمليه ديال اللوغو هي ماشي شي حاجه ما عرف مخالفه ولكن ما يمنع ولكن غير باش تبان يعني جمعيه في حدود جمعيه باش حتى الناس يعرفوا هذا. نقطه اخرى مثيره علاش مثلا الجمعيه القضائيه مدى اعاده الثقه في القضاء علاش ما يكشفوش على ممتلكاتهم كما كشفوها نادي قضاة المغرب ولا بعض قضاة نادي المغرب فين فيها علاش تصور القاضي خصو يكشفوا كامل على الممتلكات ديالهم بريال اخو باش ديك السيك السياسي يكشف باش حيت القاضي يتولى حمايه حقوق الافراد والجماعات. حنا القاضي كنقولوا خصو يكون قاضي عنده وقار وباش يكون القاضي عنده وقار خصو يكون مرايه. بغيتي واحد المكانه خاصه بك داخل المجتمع وراه خص تكون عندك واحد المميزات اخلاقيه ماشي بحال ديال المجتمع تكون ميز داك اللي ما قادروش يديروه الاخرين انت خصك ديرو مثلا كشف الممتلكات خصوصا ملي كيكشفوا زملاء اخر علاش حنا ما نكشفوش علاش شنو هو العيب ياك شي حاجه بالحلال راس ولا مصوره تكون حتى 500 مليار عندك ممكن وارد راه كاين القضاة اللي وارثين. ونقول لكم واحد الحاجه خوتي المغاربه الناس كاع ما كينتابوا لها راه اكبر ضحيه في هادشي ديال الفساد راه هو القاضي في المغرب. هذه كنقولها بمسؤوليه راه اخر حلقه لا بغيتوا تناقشوا راه هو في السلسله هو القاضي حيت الفساد راه كيجيك واحد كيجيك شاهد زور كي غدير تصور كيكون عندك بعض محامي سمسار كاتب ضبط مثلا سمسار الخبره فيها الخواط جاك شي محضر ديال بوليسي مقاد مغربل جاك محضر مع الجدارمي مغربل وفي الاخر شكون اللي كيبقى التهمه هو القاضي وكاين عدد من الناس القاضي كاع ما صايب لكم الاخبار كيجي لك للمحكمه كيمشي على الموتور يقول نهضر لكم مع القاضي تيكون ذكي بعض المحامون ولا كتاب الضبط ولا مواطنين كنقولش كلش راه ماشي كان كيجي كيكون عارف الحكم غير تيقول له صافي نهضر لك مع القاضي كياخذ خمسه دالمين والقاضي والله انا لقيت واحد القاضي واحد المره في واحد المدينه كيعاود لي قصه قال لي تلقيته في شي مواطن قال له فلان كان لا هذاك المواطن هذاك القاضي عنده صاحبه وهذاك صاحبه القاضي كيعرف شي واحد حكم له قالوا ذاك القاضي يا صاحبي دار لي ودار لي ودار لي قالوا راه خدا شي فلوس قالوا والله ذاك القاضي لا دا منك ريال هو عارف مشى عند القاضي لقى ذاك القاضي الناس ضربت على ظهره الصرف والقاضي مسكين كيحكم ما فراسو والو ما فراسو والو. اذا كاينه السماصريه على الصعيد مثلا غير في هذه الفكره ديال 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 النزاهه ما فيها باس ماشي اساءه الكشف ديال الممتلكات القضاة كاملين دار اي لبس ها شنو عندنا ها الممتلكات اللي عندنا حيت ملي ما كتكشفش على الممتلكات راه الناس حنا كنقولوا حيت العنوان ديال هذا البلاغ شنو هو الثقه في القضاء خاص تكون الثقه ولكن باش تكون الثقه الكشف على الممتلكات كاين احكام اللي فيها الاستقرار في الاحكام كتلقى مثلا واحد محكوم بعامين على رايه ونفس كتلقى واحد محاكم بالفساد مثلا داك ديال الجامعه الملكيه 6 اشهر شد الفلوس وحولها لراسه قضاء مغربي واحد علاش هذا شد فلوس ديال الجامعه الملكيه وداها لحساب خصوصي خدا 6 اشهر هذا عبر على رايه ودا. المساواه في الاجراء الاجراءات ديال النيابه العامه وما تقلقوش منها المساواه في الاجراء كتلقى واحد 500,000 مغربي تم حفظ الشكايه ديالو علاش؟ لانه ما اكدش شكايته شنو كتقول لك النيابه العامه؟ حفظ الشكايه لعدم تاكيد المشتكي لشكايته ولكن الوزير كيشكي ما كياكدش شكايته واش الوزير ماشي مواطن؟ بحال الوزير بحال المواطن غنمشيو نقلبوا دابا نديروا بحث في القضاء علاش هاد علاش هادو تحفظوا لعدم تاكيد كيجي مثلا النيابه العامه كتقول للبوليس سامعوا في هاد الشكايه البوليس كيعيطوا لذاك الشخص باش يجي ياكد شكايته وما كيجيش كيجاوبوا النيابه العامه تقول له سيدي راه ما جاش النيابه العامه كدير الحفظ لعدم تاكيد المشتكي شكايته. هذه المساواه في الاجراء المساواه مثلا كما قلت الاستقرار ديال الاحكام بحال مثلا ديك اللي تحكمت بعامين ديال تيفلة ديك الطفلة عامين غدا شكون اللي نوض العقوبة؟ راه المجتمع هو اللي نوض الهيئة راهو جمعيات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الوطني حقوق عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية. إذا كاين أحكام وكاين ضغط ديال المجتمع المدني حيت فين كاين المشكل دابا هنا في هذا البلاغ هو مزيان فيه هذا الشيء احنا معاه
ويجب الضرب بيد من حيث كل من سول وتلوى راسه يكون قاضي ولا غير قاضي، الاحترام للجميع. ولكن فيك الخطوره هو انه يستغل هذا البلاغ ناس ما تناقش الاحكام القضائيه بحال دابا هادشي ديال رضا الطوجني ما تهضرش عليه، لان هذا هو اللي خطوره. يجي حتى صحفي ما يديرش خدمته، هذا البلاغ لا ولا تبان اشاره ما تناقشوش، لا يناقشوا الناس بادب وبمسؤوليه، نتمنوا اللي خصو يتمن وننبهوا. لحقاش بصح خصنا الاعتراف بان كاين خلل في مكان ما، ما فيها عيب. حيت ملي كتعترف بشي حاجه عاد كتصلح، راه قلنا ما كاين والو شحال نصلحوا؟ ودابا ما كاين والو في المغرب، دابا المغاربه تيقن في القضاء كامل بصدق. دابا نهضروا بشكل مسؤول. واش كامل المغاربه شتي عندهم؟ لا ما كاين حتى شي مشكل، ولا كاين مشكل. حيت ملي كتعترف بمشكل كتعالجه. ما فيها عيب. علاش علاش القضاه ديك المره كيتكرفصوا حتى واحد ما كيهضر عليهم؟ حنا خرجنا كندافعوا على القضاه ديالنا. السبان هاد الانسان اللي قبلتكم، الهجوم اللي كان عليا من برا من طرف بعض الناس اللي عندهم وجهات نظر مختلفه، علاش هاجموني انا؟ قلت لهم احترم المؤسسات. كيقول لك علاش حكموا عليك القضاء وكتقول انا حميد المهداوي كناكل العصا؟ راه الزميل علي المرابط زميل دابا مع احترام له، يعني ما ما غاديش نقول فيه شك، ولكن نقول لكم على رايه. تيقول لي علاش كتقول كنحترم القضاء والقضاء ظلمك؟ كيقولوا عدد من الناس هذاك رايه، انا عندي وجهه نظر اخرى، انا كنحترم ماشي خوف. عندي واحد القضيه في الخوف غنقولها شويه ونناقش مع الناس، لان حنا عندنا مشكل في المغرب. المغاربه واش كيصحاب لكم الشجاعه هي تقول كلش؟ راه بعض المرات تقدر راه التهور. عرفتوا شنو هو الشجاع؟ هو تعرف تكون بعد دائره الخطر، تعرف خاصك تخاف عاد تكون شجاع. ومني كتخاف سمعوا هذه المعلومه لانها فلسفيه، حيت الناس راه كيخربقوا. شنو هو الشجاعه؟ الشجاعه هي تحس بالخوف، الخوف وتواجهه، مره ترجع مره وتبقى في دائره الخطر في اطار مصلحه البلاد. حيت ملي كتكون، انا ما كنهضرش على شي ناس برا ولا شي، ملي كتكون انت ماشي في دائره الخطر ما يمكنش تهضر على الشجاعه. بحال دابا انا دابا هنا ما كاينش حنش، تصوروا ما كاين لا حنش لا سبع في هذا الاستوديو، انا شجاع. حيت فين هو الحنش؟ الحاله الطبيعيه والوحيده اللي كاين هي ممكن نكون الا شجاع، ما يمكنش الخوف يجيني. حيت تصور دابا الحنش وسبع هنا عاد تمتحني، واش مشيت عدو واش جيت عدو واش نزلوا من هنا؟ ملي ما كتكونش في دائره الخطر لا حق لك في الحديث عن الشجاعه. واش قدرت توصل هذه الفكره الفلسفيه ولا لا؟ شي واحد يقول مداوي خاف راه قال، لا بالعكس، قمه الشجاعه هي انك تخاف وتناقش وتواجه داك الشيء اللي كتخاف منه وتبدل طريقه كذا بما يرضي الله وكيرضي الوطن وكيرضي المؤسسات الدستوريه. اما انك لما كاين والو بحال دابا شي طفل صغير حداه، تصور الطفل الصغير كيلعب كيمد يدو الحنش، واش الطفل شجاع؟ هو ما عارفش راه حنش، خصو يوعى ويخاف عادي يمد يدو، تما الشجاعة. أما أنت طفل دابا شحال واحد عام متهور ما عارفش كيقول كيهضر على الشجاعة، خاصك تخاف بعدا تعرف الخوف عاد نهضرو الخوف. الشجاعة كتجي مرحلة ما بعد الخوف، الخوف خاف من عاد كنمتحنوك. الطفل حداه سبع، الطفل حداه العافية كيمد يدو، واش شجاع الطفل؟ هبيل ما عرفش نقول ليه شجاع؟ ماشي شجاع لأنه ما عارفش. ونتمنوا الصوره ديال هذا الشيء تكون هذا وضحت. كنتمنوا كذلك الصدر ديال قضاتنا على انهم يعني يكون بصدر اللي هو رحمه. انا ما بغيتش نتفصل في هذا، كاين حوايج في القضاء تستحق النقاش. هذا الشيء دابا ديال الطوجني، والله سيدي ما يمشي للمحكمه ويناقش، ولا قررت المحكمه تعتقلوا ما كاين باس نيابه العامه. حنا ما كان ماشي كنصادر، ولكن نبدي فقط اراء. بحال مثلا امور ما بغاش تفهمنا اهانه موظف عمومي، إهانة موظف عمومي. راه ملي كتقول إهانة موظف عمومي، المغاربة ما كاينش في القانون الجنائي شي جريمة سميتها إهانة موظف عمومي، لا توجد. عقلوا معايا، دابا المغاربة كيسمعوا إهانة موظف، راه ما كايناش. كاين شنو كاين في القانون؟ كاين إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته المهني أو بمناسبة مزاولته المهني. ماشي ويلو للمسلط. إذا ملي تقول لي إهانة، ووريني الإهانة فين كاين؟ فين هي المناسبة اللي كنت كنمارس بها؟ مثلا انا دابا انا معلم كنقري وانت جزار كتبيع لي اللحم، وما جا الشهر وانت جزار سقتي لي انا معلم الاخبار راه تخلصت وما جيتش عطيتك فلوسك، اش درتي انت كجزار؟ جيتي للقسم وقلتي لي خلصني وحيحتي. اذا هذيك اهنت موظفا اثناء ممارسته ماشي بمناسبات، لا اثناء، واخا العلاقه عندها تكزارت واللحم، ولكن فوقاش هنتيني من اللحظه اللي كنت كنمارس مهامي، هنا كتكون جريمه ثابته. أو بمناسبات، ما معنى بمناسبات؟ ولدي جا عندي وقال لي أبا والمعلم دار لي ودار لي وداك المعلم عطاني في النقطة أربعة وعطاني خمسة وعطاني ستة،
هذاك المعلم جالس مقهوي برا مع صحابه ماشي اثناء العمل، وجيت عنده انا قلت له في القهوه وراش عطيتي لولدي خمسه واهنته بمناسبه ممارسته للامام. خاص الجريمه تكون كامله بحال دابا طاوجني مع 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 السي مع السي وهبي، اهنه بمناسبه خاص يكون وهبي دار نشاط اداري، دار صفقه، دار كذا بمناسبه او اثناء. هو فين هانو؟ هو كيناقشو تيقول له اثناء انت السياسي عطيتي الزكيات، وكيبدا يناقشو هنا غير بعض عبارات قاسيه، وكيقول له مثلا اما او ملي كنتي محامي كنتي كترافع عليهم او كنتي امين عام. اللهم الى كان المقصود بها منين قال له هذا عادي ولدي فين، قال له انك تقدمتي بشكايه واش انت سالم يعني اثناء سؤال واش من مهام وزير العدل تقديم الشكايات؟ هذا نقاش يفتحنا قانوني، انا بغيت رجال القانون يهضروا في هذا الشيء، ماشي عيب. تصور قضيه ذات اهتمام وطني ودولي لا النيابه العامه لا حقوق، ما كاينش النقاش، لان هذيك العمليه ديال اهانه موظف ماشي اخوتي المغاربه وخليو الطاوجني، راه كنأسسوا للمستقبل نقاش قانوني، خليو الصحافه تهضر والاخر يهضر، غير ما يكونش الجريح والاساءه. بحال دابا انا كنحاول كنغامر في هذا النقاش القانوني، كنحاول نوضح، كنحاول كذا، كنحاول ما كنصادر حريه وكيل عام، ما كنصادر حريه وكيل الملك، ويقدر يكون هذا النقاش ديالي انا ما عنده تقيمه وانا ما عنديش تكوين، ما سيدي ما كاين باس، ولكن نبغيو نسمعوا الناس في هذا النقاش. لماذا غاب النقاش؟ لاش نبغي نقرا مقالات، ما قراتش انا اليوتيوب موجود يخرجوا المحامون ويخرجوا اهل الاختصاص بخصوص قضيه الطاوجني قرينا. تصور كيف كلشي تي على هذاك الملف ديال ديك الناس، لا هذاك السيد هذاك كيما داروا مع المثلي، لا هذاك راه ربما دخلوا الخوف، صناعه الخوف، كلشي كيخاف. انا واش كيصحابكم حنا ما كنخافوش، وانا كنموت بالخلعه، ولكن ملي كنحب البلاد وكنبغي البلاد تكون زوين. دابا الا بغيت الفلوس والادسنس كيما تيت وراه كاينه مواضيع كبيره، علاش نغرض راسي للمخاطر؟ كاين انسان تيبغي يشارك مع بلاده، راه كاين ناس حيتقلقوا منك. وانا ديك المره كنت كنناقشوا في الدبابات وبغينا عندنا شي يناقشوني ما معنى جريمه، ما كاين لا مقالات لا اساتذه لا رجال القانون. ها في المغرب بغيت شنو هي الجريمه مثلا، كنا كنناقشوا ديك اللحظه الجريمه الشكليه، تصور ما ضم العقوبات، ما كاينش انتاج في البلاد، ما كاينش كتابات، ما كاينش شحال من كاتب الدراسات وشحال ديال الهضره وشحال كتبغي تقرا على الضم، شنو هو الضم؟ شنو هو كذا؟ كيما دابا البلاد تدخل دابا للمحكمه كتلقى بنادم جايب للمحكمه 60 شكايه، والله اخوتي المغاربه يا شحال ديال الشكايات ما عارف الناس. دابا المغاربه ولاو كيعرفوا بكثره على البوليسي والجدارم، الشكايات المدنيه الناس كيعرفوا دابا يمشيو للمحاكم المدنيه، شحال من نزاع ما خلصوش خونا الكره كيسال الكره كيبان له غير وكيل الملك الزجري الحبس وعلى الكرا، خاصو حتى يمشي يقولوا لا راه الكرا راه نزاع مدني. علاش؟ حيت ما كاينش ثقافه. التوجه اللي كاين في البلاد دابا هو الحبس، الناس اللي عنده مشكل مع جارو على الكرا النفق الحبس 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 الحبس. كون كان في المحكمه مثلا كاين شي واحد كيشرح للناس في المحاكم كاملين شحال ديال الشكايات بلا ما نبرزطوا القضاة، حيت القضاء في المغرب راه ماشي عندك وصحابكم عن وعي، راه بكثره الضغط شحال من الاحكام كتكون احكام ماشي مزيانه، ماشي لان القضاء الضغط والمصيبه، ولكن الضغط بحال هذا الشيء اللي كنقولوا مثلا كاينه شي قضايا لا تستحق، وتفع قانون مثلا جنحه عدم تنفيذ العقد الفصل الماده 551 قانون، علاش هذيك غتجرم؟ علاش عدم تنفيذ عقد؟ علاش جنحه؟ شحال من حوايج تقدر تحل مدني، شحال من حاجه تحل بشكل بسيط. كاين مشاكل اللي كدار القضاة مثلا هادشي ديال الحالة المدنية ولا السجل العدلي مثلا عقد الزيادة الدعوة السمية، عرفتي شحال القضاة شحال ديال الضغط عليهم؟ ممكن هذه تكون إدارة أخرى ولا مصالح أخرى، خلي القضاء يمشي. كاين أشياء أخوتي المغاربة بزاف اللي ممكن يعني نناقش على هذا الصعيد مرة أخرى. نحيي قضاتنا بمنتهى المسؤولية وكنقول لهم ندين كل إساءة لكم، نتضامن معكم، ولكن السادة القضاة السادة القضاة المحترمين كاين أشياء يجب أن تناقش. القضاة سيدي خص يكونوا جسم واحد، قاضي كيتعاقب على رأيه خص بلاغ تضامني منكم معاه، القاضي الجباري باش هما يمدوا لكم يديكم، اسمح لي واحد اللحظة صحف هجمت على زملائكم. قضاة كذلك كلهم يعبروا على الممتلكات ديالهم، كاين أشياء تستحق ناقشوها، كاين اشياء اللي كتستحق النقاش. كنشكركم خوتي المغاربه والى اللقاء.